السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا الثالث لهذا اليوم يتكلم عن تحرير النصوص وتنقيحها. الصفحة 145 في كتاب الطالب، في كتاب التدريبات لحاسب واحد. في عناوين درس اليوم: استخدام التدقيق الإملائي، الحذف من النص والإضافة إليه، إضافة نص إنجليزي في نص عربي، إدراج رمز المستند، إدراج رمز في المستند وتشكيل النص العربي بالحركات، يعني التراجع عن التراجع وإلغاء التراجع، القص والنسخ واللصق، البحث والبحث والاستبدال. أول جزء هي التدقيق الإملائي. أنا عندي الآن وورد، هاد أفتحه. بعد ما أنتهي من عملية إدخال النص بشكل شبه صحيح، أقدر أقوم بعملية تنقيح النص. تعمدت أنا كتابة النص هذا بأخطاء لأتمكن من عمل التدقيق الإملائي. التدقيق الإملائي والنحوي موجود بعدة طرق تشغيله. أسهل طريقة إذا عندي أنا نص بسيط مو طويل موجود في المستند، كلمة بسيطة، أقدر أنا بزر الفأرة، يعني مثلا كلمة للإذاعة، إذاعة المدرسة، أو بحث قصير أو حل لواجب، أقدر بزر الفأرة أجي إلى الكلمة، أضغط عليها بزر الفأرة اليمين وأختار التصحيح اللي يناسبني. مثلا إدخال النص هني، أقدر أختار الكلمة اللي أبغاها النص هذه، وإلا فإني أقدر أستخدم برنامج كامل لعملية التدقيق الإملائي موجود ضمن برنامج الوورد. أستدعي أنا هذا البرنامج بعدة طرق، منها أني أضغط على رمز التصحيح والتدقيق التلقائي الإملائي والنحوي من شريط الأدوات القياسية. لاحظوا موجود هني هذا الآيكون عليه صح ومكتوب ABC، أضغط بينفتح لي برنامج التدقيق الإملائي والنحوي التلقائي. يقول بعد ما لو ظهر لي البرنامج أشوف الكلمة هذه بشكل شبيه. المفروض أنا وش اخترت، وش كتبت بالأصل، شين وباب با وبا وها، أدورها هني في المقترحات شبيه هذه، أضغط عليها دبل كليك ألاقيها تغيرت خلاص. او اني اضغط تغيير بدل دبل كليك، اضغط على تغيير ويتم استخدام المقترح. تنقيح كتبتها بالعكس الحرفين الاوليين، وهذه تنقيح الصحيحة. اضغط على تغيير، انتهى من التدقيق الاملائي. طريقة ثانية الى يعني مثلا انا كتبت الالقاب زي ما قلنا اليوم في الدرس، الالقاب دائما تكون بالنسبة للوورد ما هي موجودة في القاموس حقه اللي يقارن بالكلمات إذا هي صحيحة أو لا. فمثلا اللقب هذا، طبعا أنا ضايف لنا شكلي إلى القاموس، مثلا لقب آخر نقول المحيشي. المحيشي هذا اللقب مو موجود في القاموس حق الوورد، ولما قارن هذه الكلمة اللي كتبتها أنا المحيشي ب الكلمات الموجودة في قاموسه ما لاقاها، فاعتبرها انها كلمة مستجدة وخاطئة املائيا. وقد يطلع لي ايضا مقترحات كيف انا اضيفها الى القاموس. اني اضغط هنا، هذه تتيح لي اضافة الى القاموس، هذه القائمة المختصرة، ولكن انا ما ابغاها، ابغى اشوف من
البرنامج التدقيق الإملائي. كيف أستدعي مرة ثانية؟ قلنا من الزر. في طريقة ثانية؟ إي نعم، من أدوات تدقيق إملائي. حتى شوف الرمز حقها يشابه مع الموجود هناك. علق البرنامج. إي نعم، من أدوات تدقيق إملائي ونحوي، وأختار المقترح الموجود أو أني أضيفها إلى القاموس. مجرد أني أضفتها إلى القاموس خلاص الوورد ما بيطالبني بها، زي ما أنا كتبت من شوي هذه الكلمة مغيص ما طالبني. ليش؟ لأن من قبل أنا مستخدمينها وضايفينها وأضفتها للقاموس علشان لا يزعجني كل مرة يحط تحتها أحمر، أو في التدقيق الإملائي يروح يجيبها لي كل مرة يقول لي ها وينش تبغاها ولا لا بتصححها ولا اجيب لك مقترحات. لا، انا ما ابغى هذا الازعاج كله، ابغى يشوف لي كلمات ثانية فعلا املائها غير صحيح. لاحظ هذه الكلمة ما اكتشفها، هي منطقا في الجملة ما هي صحيحة، ولكنها كلمة صححها بهالشكل صححها هذه موجودة، فما اعتبرها لي انها كلمة خاطئة املائيا. فأنا لازم بعد غير التدقيق الإملائي لازم أراجع بعد ما أنتهي موضوعي وأنقحه تنقيح نظري في النهاية سريع علشان إذا فيه من أخطاء من هذا القبيل اللي تونا الحين متكلمين عنه. في طريقة أخرى لاستدعاء اللي هو برنامج التدقيق الإملائي هذا أو نافذة التدقيق الإملائي، نعم، من F7 في لوحة المفاتيح. يقول انتهى، ما عندك، فما أنا ما راح أطلعها، ولذلك أنا راح أبتكر الآن أخطاء إملائية. أخطاء هذه صارت أخطأ فاعتبرها صحيحة. خلنا نسويها أخطاء بهالشكل. إي نعم، إملائية. إملائية سريعة جدا. جدة؟ لا، جدة موجودة. وأيضا كلمة سريعة، هبا نحطها سريعة. سريعة سريعة علشان نسوي تجاهل. F7 إذا لاحظ أخطاء، هذه جتني أول مقترح، دبل كليك عليه بيسوي إلى تغيير، نفس تغيير. إذا عندي كلمة أخطاء واجد أنا مسوينها وأنا أكتبها بهالشكل دائما متعود وحصلها لي الورد واكتشف إنها خطأ، أنا أريح نفسي بدل ما أقول له غير كل مرة غير كل مرة غير، خلاص هم كلهم أنا كاتبينهم بنفس الطريقة الخاطئة، أقول له تغيير الكل، بغير لي كل كلمات أخطاء اللي أنا كاتبينهم بطريقة غير صحيحة إلى المقترح اللي أنا اخترته. فدبل كليك حاليا بما أنها ما هي موجودة إلا هي إملائية، هذه صححها. سريعة الحين بنعرف بالنسبة إلى سريعة. سريعة إذا قلت له تجاهل، التجاهل مرة واحدة، عندي أنا سريعة مرة ثانية ومرة ثالثة ويمكن مرة عشرة موجودين في المستند، أنا أبغاها زي ما هي، ما أبغى يسوي لها تدقيق إملائي، أبغاها بخطأها، فأقول له التجاهل مرة واحدة. إذا ما أبغى أضيفها للقاموس، يعني أنا ما أعرف أنها خاطئة الكلمة، ولكن أنا مثلا قاعد أناقش في موضوع معين الأخطاء الإملائية اللي يخطئوا فيها الناس، زين، كاتب بحث عن الأخطاء الإملائية اللي يخطئوها الناس، فأنا مضطر أنها أبغاها زي ما هي، ولكن ما أبغى أضيفها للقاموس علشان فيما بعد لو أخطأت فيها فعلا أبغاه يلاحظها لي، فأنا أقول له تجاهل مرة واحدة. لكن سريعة الثانية والثالثة هذه والعاشرة ما سوى إليهم شيء، ما زال تحتهم خط، ما زالوا أخطاء. فأنا إذا بغيت، طبعا هذه سرعية هو أقدر أبحث هنا في المقترحات يمكن أحصل سريعة. ما حصلتها أغيرها أنا من عندي هني، يا عين تاء مربوطة، وأقول له تغيير علشان يستأنف باقي الأشياء. إي نعم، إذا بغيت أريح نفسي خلاص أنا كتابتي خاطئة
فأقول له تغيير الكل، بيغير كل كلمات سريعة اللي مكتوبة بهذه الطريقة إلى المقترح زي ما تكلمنا عن أخطاء. تغيير الكل ونشوف حتى سريعة الثانية هذه، برتاح من إنه يجيبها لي ويعرضها قدامي وأختار مقترح. لا خلاص أبغى كل السريعة تصير تتصحح بهذه الطريقة. خلاص انتهيت أنا. لاحظ هذه باق موجودة في البرنامج الطاهر، رد عادهم لي. على العموم هذا هو انتهى. التدقيق الإملائي والنحوي يسهل علي عملية التنقيح جدا جدا، لابد منه، ولابد من بعد ما انتهي من عملية ادخال النص اجي واسوي هذه العملية، الحذف من النص والاضافة اليه واضافة نص انجليزي في وسط الكلام العربي. انا ابغى هني اضيف كلام انجليزي مثلا، اجي لاحظ اجيب الفأرة واضغط في وسط الكلام بين الكلمات مثلا، او اني اكتب كلمة ومعناها مثلا. الرجوع، او خلنا نكتب المسح للخلف بالانجليزي يصير باك سبيس. شفنا كيف صار هذا بأي طريقة. أنا في وسط الكلام أقدر أكتب، بينما أنا قاعد أكتب أقدر أخلي كلام إنجليزي في وسط الكلام العربي. المسح للخلف باك سبيس، وهو مفتاح يستخدم. أنا دائما إذا بغيت أكتب إنجليزي أحول من الكيبورد شيفت ألت وشيفت اليمين، ألت وشيفت اليسار. ألت شيفت اليمين يسوي إنجليزي العربي، والت شيفت اليسار يسوي انجليزي. يستخدم لكذا وكذا. طبعا الحذف من النص، كيف احذف من النص؟ هذا اللام زايد اضغط عليه باك، اجي قدامه اضغط باك سبيس من لوحة المفاتيح اللي صايرة فوق انتر، يمسح لي للخلف. اذا عندي كلام ابغى امسحه قدام المؤشر اوقف وراه مثلا، هذه سريعة أو الأخيرة أبغى أحذفها، أجي بالمؤشر، طبعا أنا أتحرك بالأسهم الآن، وأضغط ديليت من لوحة المفاتيح. طبعا هذا موجود عند، ألاقيه عند في اللابتوب تقريبا في الزاوية فوق، أو أنه يكون في الكيبورد العادية أشوفه موجود ويا مال التنقل على الشاشة، مجموعة التنقل على الشاشة اللي هي البيج أب بيج داون، ألاقي جنبهم. الإضافة إلى النص، الإضافة إلى النص قلنا أقدر أنا أجي للنص مثلا هني قبل مغيص أضيف إليها محمد، أوقف المؤشر قبلها وأكتب كلمة محمد وبعدين مسافة وصار عندي هذا الكلام. إذا عندي كلام واجد أبغى أحذفه أسوي على سيلكت، سيلكت كيف؟ أضغط بزر الفأرة قبله وامشي بزر الفأرة بيتحدد الي، واضغط ديليت من لوحة المفاتيح بيروح. اذا بغيت اسوي تراجع عن العملية الاخيرة اضغط كنترول زد من لوحة المفاتيح. اذا بغيت الغي التراجع هذا اضغط كنترول واي، يعني تراجع وتراجع عن التراجع، تراجع كنترول زد، الشيء الأخير بيروح اللي سويته، كنترول واي بيرد يعود يصير خلاص. أو إني أجي إليهم من تحرير تراجع إعادة كتابة، أو عندي هذه الأسهم موجودة هني، أو إذا في عندي مدى كثير من الأشياء سويتها وأبغى أتراجع عنها لكن أنا ما أدري أي نقطة أبغاها بالضبط تراجع عن شيء مثلا هني سويته أنا، فأضغط السهم هذا إلى أن أوصل إلى الشيء اللي أنا أبغاه. طبعا بيتراجع عن كل الأشياء اللي قبله، اللي بعده، اللي صارت بعده، يعني الشيء القديم هذا بالإضافة لكل الأشياء اللي صارت اللي سويتها أنا بعده أيضا بيتراجع عنها. نفس الشيء هذه الريدو أو إعادة الفعل
الاندو والريدو اسمهم بالعرب بالانجليزي، او كنترول زد كنترول واي. طبعا الاكثر استخداما هو الكنترول زد، وهو الاندو اللي هو التراجع، هذا اكثر استخدام من الريدو. ولكن اذا بالغلط انت سويت اندو واجد واجد وندمت على الاندو هذا، تبغى ترد تخليه يتراجع عن التراجع، تضغط على كنترول واي او اعادة الكتابة اللي هي الريدو. بعد عندي انا اللي هو اضافة نص انجليزي في نص عربي، هذي تكلم عنها. ادراج رمز، ادراج رمز من قائمة ادراج تجي الى رمز، بيطلع لي الكاركتر ماب. هذه الكاركتر ماب موجودة اصلا في نظام التشغيل، هو استدعاها لحال الوورد وتصير مناسبة اليه، بدل ما تحديد ونسخ خلاص صايرة فيها ادراج. احدد الشي اللي ابغى ادرجه، مثلا عندي رموز رياضيات معينة او رموز كوبي رايت اللي هي حقوق النسخ والمحفوظة، رموز هني تابعة للغة ولكنها غير ظاهرة على الكيبورد، بعضها رموز لاتينية بعضها إغريقية تبع اللغة نفسها اللي موجودة، لكن ما يحطها لي تبع اللغات كلها اللي مثبتة على الجهاز. يعني أنا عندي لغة إنجليزية وعربية، خلاص أجيب لي كل رموزهم اللي موجودة، لكن ما هم محطوطين على الكيبورد. ولذلك أنا ألجأ إلى الكاركتر ماب هذه وأطلع منها، هذه يعني مقسمين حسب مجموعات بعد، رياضيات أو هندسة أو قسم منهم أو جميع. أرجع إلى فوق هني أو تحت، وين راحت كل المجموعات، أقدر أشوفهم بعد، أتنقل ما بينهم وأختار الرمز اللي يهمني. حتى للرياضيات في جذور وفي غيره، في حروف هذه اللي بعض الأحيان تستخدم في القصائد، إذا تبغى تزخرف لك نك نيم أو يوزر نيم في فيسبوك أو في غيره، تقدر باستخدام هذه حق الصح والخطأ. هذه أنا استخدمها واجد في الاختبارات، ضع علامة صح وخطأ، استخدم هذه، أكبر من أصغر من، أصغر من يساوي لا يساوي، أوميجا، هذه إنفينيتي إلى آخره. كيف أدرج الرمز؟ أوقف عليه وأقول له إدراج، وأغلق هذا إغلاق أو من الزر هذا، أشوفها جت هني وأكتب جنبها جميع حقوق النسخ والطباعة محفوظة لدى شركة الخبز مثلا. أيضا في هذا البرنامج يتكلم عن تشكيل النص العربي، مثلا كلمة الخبز أبغى أحط تحتها كسرة، شركة الخبز كسرة من وين؟ عندي هني حرف الشين، خلنا نكبر شوي علشان يبين عندنا، طبعا بهذا الخط الصغير ما بيبين، خلنا نكبر الزوم لفيو اللي هو العرض. طبعا أنا ما كبرت النص نفسه، لا كبرت العرض، يعني كأني جبت مكبر وقاعد أطل على الصور. حرف الشين لاحظ حط إلي كسرة واحدة، شركتي لدى شركة الخبزي، شركتي بعد نفس الشي، الشين أقدر أحط عليها فتحة أجي بعدها شك. طبعا لازم الحرف اللي أبغى أحط عليه حركة أجي بعده وأحط الحركة. شركة أضيف عليها فتحة من وين؟ من حرف الضاد، شفت ويا ضاد. الحركات أغلبها موجودة، هذه الحركات ضمة وفتحة وكسرة وشدة موجودين عند خنصر وبنصر، اليد اليسرى إذا ارتكزت أنا أشوفهم قريبين في مرمى الخنصر والبنصر، وحتى الوسطى لليد اليسرى. الشدة مثلا كلمة بينون أو حيز، حيز من الفراغ، كلمة حيز أبغى أضيف عليها شدة من وين؟ هذا حرف شفت مع حرف الذال اللي فوق جنب الواحد،
صارت عليها شدة. التنوين حيز مثلا، طبعا أنا كاتب جملة غير مفيدة الحين، حيز من وين التنوين بالضم؟ شفت مع حرف القاف، لاحظ صار تنوين بالضم. حتى لو الخط صغير بتشوف أثناء الطباعة على ورق بتشوف أنه بينت الحركات، لكن إذا الخط صغير على الشاشة الحركات ما بتبين. طبعا الحركات هذه تعتبر حروف أقدر ألغيها، أجي قدام الحرف، أجي نهاية الكلمة مثلا، إذا نهاية الكلمة أجي قدام الحرف أرجع مرة واحدة هالشكل بعد قبل السبيس، أسوي باك سبيس واحدة بتروح لي الضمة، أرجع قبل الزاء، أكيد قبل الزاء وش هو؟ الياء، لكن أنا أشوف على الياء موجودة شدة، إذا أنا الحين مو واقف بعد الياء، واقف بعد الشدة، لأنها هي أنا حطيتها بعد الياء، فأنا قطعا الحين واقف قبلها، إذا باك سبيس واحدة بتروح الشدة. وطبعا هذه تحتاج إلى ذكاء من الإنسان يعرف وين أماكنها، وحتى لو صار لخبطة عندك رد احذف الكلمة واكتبها من جديد، مثلا دبل كليك على الكلمة خلاص تفك نفسك، تنسلك الكلمة تسوي باك سبيس عليها وتكتبها من جديد، شركة الخبز مثلا. أيضا عشان لا يطول الموضوع، التراجع وإلغاء التراجع هذا تكلمنا عنه، قص واللصق والنسخ، طبعا ألغي التزويم، هذا مفيد إن ألغي التزويم، هني أزوم أوت شوي عشان أبين عندي، أنا عندي مثلا أسماء واجد وتتشابه، أقوم بدل ما أكتبهم بالكيبورد كنترول سي، وهذه من مزايا اللي يقدمها إلي معالج النصوص، لاحظ، وحتى أيضا كامل أحدد هالشكل مقطع كامل كنترول سي وكنترول في، يصير لي أسرع حتى بعد أزيد وأزيد. هذه عملية النسخ واللصق. مثلا أنا أبغى ليبلز بلزقهم على طاولات الطلاب فيها الاسم ورقم الجلوس، بدل ما أقعد كل ليبل أكتبها، كل ليبل أكتبها، نسخ لصق على طول. القص، القص كيف القص؟ أنا عندي كلمة بنقلها من مكان لمكان، مسح للخلف، أضغط كنترول إكس من لوحة المفاتيح راحت، وين راحت؟ راحت في الذاكرة، هذا قص يسموه. اقدر الصق القص؟ اي نعم، القص اصلا وظيفته اني ما قصيت الا علشان الصق، القص مو وظيفته اني احذف، لا، وظيفة صحيح هو حذف، ولكن انا كنت قدير اذا بغيت بس احذف اسوي ديليت، لكن انا ما سويت قص الا لاني متأكد عن نفسي ابغى انقل الكلمة والصقها في مكان ثاني. طبعا النسخ ما عرفنا الطريقة، كنترول سي من لوحة المفاتيح، كنترول سي من لوحة المفاتيح، أو إني أضغط تحرير نسخ، أو على الكلام اللي حددته أضغط في أي مكان زر الفأرة الأيمن وأختار نسخ. اللصق من لوحة المفاتيح كنترول في، كنترول في، سواء كان قصيت أنا قص أو كنت نسخت نسخ، يعني سويت كنترول إكس للقص أو كنترول سي للنسخ، اللصق دائما كنترول في، كنترول سي، كنترول في، كنترول إكس قص يعني كنترول في عادي يلصق اللي موجود في الذاكرة. البحث والاستبدال آخر عنوان عندنا، البحث والاستبدال عن طريق ضغط كنترول اف من لوحة المفاتيح، بيطلع لي نموذج البحث، كنترول اف من فايند جاية، اكتب الكلمة مثلا سريعة واقول ابحث عن التالي، موجودة كلمة سريعة، كل ما اقول ابحث عن التالي يبحث لي، يحدد لي كلمات سريعة. انا مستغرب كلمة سريعة هذه وش فيها، محدد انها الظاهر فيها مشكلة، الله اعلم. انزين الظاهر ما فيها مشكلة، ولكن هذه بق ايضا موجودة في البرنامج، احيانا يطلع للواحد مشاكل في البرامج. نجي الى نفس هذا، نافذة البحث فيها ايضا للاستبدال، مو بس بحث، بحث واستبدال. كلمة سريعة ابغى استبدلها، اقول له استبدلها ببطيئة، استبدال، يروح لي هو لحاله اوتوماتيك للي بعدها اذا ابغى استبدلها، وهكذا اظل اضغط بيستبدل لي جميع كلمات سريعة ببطيئة، أو إني بكل بساطة أقول له استبدال الكل، لاحظ استبدل لي جميع كلمات هذه ببطيئة.
اقول الاغلاق واشوف وش هالسالفة هذه. كلمة بطيئة معترض عليها التجاهل مرة واحدة. طبعا هذه باق في البرنامج او نقيصة يمكن في اصدارات جديدة او في تحديثات حتى الى الاوفيس تصير تروح. يقدر الواحد يراسلهم ويقول لهم في عندي احيانا كلمات تطلع كأنها خاطئة وهي ما هي خاطئة. عندي ايضا البحث والاستبدال، بدل ما انا اروح الى كنترول اف من هنا قائمة تحرير، هذه بحث وهذه استبدال. استبدال لاحظ كنترول اتش، اذا ابغى على طول يطلع لي الاستبدال كنترول اتش، ما يحتاج يروح لي بحث. كنترول اف طلع لي صحيح هذا نفس النموذج لكن جعل البحث، ولكن اسرع لي اذا انا ابغى على طول استبدال كنترول اتش بيطلع لي نفس النموذج ولكن على منطقة الاستبدال. في نقطة نهائية أخيرة، إذا عندي أنا مشكلة نحوية التدقيق الإملائي والنحوي اسمه، وهذه مين موجودة في درس اليوم ولكن علشان اللي سألوني أحيانا يطلع عندك خط أخضر، من وين هذا؟ أنا أقول لك، أجي إلى أدوات خيارات إملائي ونحوي، وأنا هو هذا هو، اجي الى تدقيق نحوي اثناء الكتابة. احيانا هذه اول ما تضيف انت البرنامج هذا الاوفيس تكون موجودة اوتوماتيك، هذه ما يحتاج تحطها، واقول له موافق. لاحظ في اللغة العربية هذا مزعج، ولذلك جميع مستخدمين اللغة العربية في الاوفيس يشيلوها، وانا واحد منهم شلتها، مزعجة الصراحة، يقعد يلونهم لي اخضر وهو في الحقيقة ما يعرف حقيقة الاوفيس 2003 قواعد اللغة العربية، علشان يقول لي هذا والله خطأ هذا صح، بيضل يزعجني دائما، يفكر نفسه انه ها يستحسن اعادة صياغة الجملة. مالك شغل انت، ولكنها مفيدة في اللغة الانجليزية. اذا مدرس اللغة الانجليزي طلب مني اكتب حاجة باللغة الانجليزية مثلا My name محمد، نلاحظ طنشة هذه مفروض يحط عليها خطأ ظاهر تنفع الجملة بشكل معين، شكلها يعني في لها طريقة تصير فيها صحيحة. مثلا اكتب، خلنا نجي من هنا، This are a book، نلاحظ حددها لي، يقول نحويا هذه قواعد اللغة الانجليزية نحويا ما تنفع، لا بل يطلع لي التصحيح اليها This is. مثلا look مثلا in a windows، look in a windows، التصحيح حقها مفروض look at look at the window. طبعا المقترحات اللي يطلعها هذا look in a window تكون بسيطة مي بديك القوة، ومع ذلك مفيدة جدا في اللغة الإنجليزية. ده عندك مثلا بحث طلبة من عندك مدرس الإنجليزي تقدر بواسطة هذه الخاصية. أتمنى أنكم استفدتوا، هذه الخاصية تقدر تشيلها، وين راحت؟ تشيلها خيارات، ونلتقي إن شاء الله في تدريبات أخرى. نجاح ثانوي القطيف 1433.